مساء الخير. أثبتت دراسة أوروبية أنه عدد الأطفال اللي عم بيعانوا من اضطرابات سلوكية مثل التوحد، الحركة المفرطة والعنف الأسري عم بيزيد نتيجة التلوث البيئي، وأكدوا العلماء بجامعة هارفارد أنه الأطفال عم بينصابوا بالتسمم البيئي مثل الرصاص والزيبق والزرنيخ الموجودين بالهواء الملوث خلال فترة حمل الأمهات، وعم بيؤدي إلى تأخر بنمو حجم دماغ الأطفال واضطرابات نفسية وعقلية. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي دافئ جداً مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة منخفضة، الهواء خفيف السرعة، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة مياهه 17 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم بسحب مرتفعة واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا غائم جزئياً بسحب مرتفعة ورياح ناشطة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة نهاراً وبترجع بتنخفض ليل السبت الأحد، حيث بتحول طقسنا تدريجياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، أما على المرتفعات ف7، البقاع 5 والأرز 3، ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية: 24 بطرابلس، جبال 24، برمانة 21، بيروت 26، بيت الدين 23، صيدا 26، صور 24، بنت جبال 20، نبطية 20، رشيا 20، زحل 19، بعلبك 20، الأرز 10 والهرمل 24. أما الرطوبة فبتتراوح بين 35 و65%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 14 أدناها أقصاها 25، ليل السبت في أمطار وأقصاها 26، أما الأحد فأدناها 11 وأقصاها 22. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: عمان 22، دمشق أيضا 22، الجزائر 15 والرباط 14، باريس 9 وروما 15. هيدا كان كل شي. باي.